Good morning. نهار مبارح رائع. What a great start. بلش نهار بطريقة كتير حلوة. الإيفنت بالليل بيسطل. أكثر من 200 شخص. Speech بعتقد حلو. الانتراكشن كانت كتير حلوة. اللي حكيني عن لبنان. Emotions. المصاري اللي جمعوها. نرجع نهار. منقوشة طيبة. غدا طيب. ناس طيبين. طقس بعقد. الإيفنتس عظيمة. وانجا رجعت نمت كم ساعة وعيت الصبح. اوكي هلا شو بدنا نعمل؟ وتذكرت انه مبارح وصل لي سبيشل ديليفري من ملبورن. كرواسون. ريحة الأوضة. ريحة الأوضة. كرواسون عزعتر. كرواسون على كل الباقي. رجعان ماريانا. Thank you so much. Cheese and ham. Almonds. اوف. اوكي نطرتني ماريانا نزل شرب قهوة. First stop على الساعة 9. واليوم نهار كتير حلو. لحقوا حالكم احضروا فيديوهات مبارح. ما فيكم تقفوا ولا فيديو لانه في واحد جديد كل يوم على الساعة 9 بالليل. 26 فيديو to come بس لأستراليا. اوكي انتوا احضروا القديم انا بلش بجديد. تشيك الاشياء اللي لازم اعملها باستراليا، لكن اخذنا الكروز. تشيك دان. بيوتيفل. الطقس رائع رائع رائع. برودات خفيف. شمس حلوه. المناظر حلوه. ريفلكشنز كولرز اون ذا ووتر. نقلنا من ذا سيتي برمنا البارمي وورف برمنا البارمي على برانجرو. ترويقه تمشي شوي اون ذا هاربر اند باك. ساندي مورنينج ان سيتي.
ساندي مورنينج ان سيدني. رجعنا زيت الزبده اللي عم تلحنها محل محل يلي صارت قاطعه بثلاث اربع فيديوهات يلي عم بحبها كثير يلي ما حدا بيعرف انه اصحابها اللبنانيه. سولتد بوتر، سولتد اميزنج بوتر. انا لي الشيري بوتر الفرنش بوتر هو كان المفضل، اند ذن رجعوا بتذوقوا هيدا on a very nicely toasted sour bread. Oh my goodness. طيبة لدرجة انه بتتاكل مثل ما هي هيك مثل اللبنة مثل اللبنة. Yes. Yes, yes, yes. Okay. محل حلو كتير. Amazing vibes. ناس مبسوطة، كلهم قاعدين هون. Couples مبسوطين، عم بيحكوا، عم بيضحكوا. موسيقى كتير حلوة. صحونهم كتير حلوين، كتير حلوين. Scrambled eggs, bacon, sourdough bread, crispy bacon. Ooh, delicious quality. يا هيك بيش تنهار يا بلا. And then poached egg. راني بوتشت ايج مشغول كتير صح، لونه كتير حلو. افوكادو توست، ساور بريد، ساور دو بريد، خبزة عظيمة عظيمة، قرشتها مظبوطة، مخمرة مظبوط. ديليشس، اوه ماي جاد ديليشس، فيري انجويبل سويت افوكادوز. حسيت عم حالي عم بشرب كوكتيل الأفوكادا تبع لبنان. بيضة عظيمة، all perfect. وعن جديد هيدي من أطيب البيكن اللي ضايقهم. I love it. هيك قطعنا عليه بالغلط، اسمه سيزون. الأكل عظيم عظيم عظيم. أول شيء scrambled eggs very moist truffle flavor، عظيمة خبزتهم top، الزبدة مش معقول، أفوكا perfect، الأرومز، الصحن، الموسيقى in the background، قهوته طيبة، just perfect. Recommended. I love hats. صغير XL صغير. كتير بحب الشابويات وصار عندي كولكشن كتير كبيرة. هلا ما بلبسهم كتير بس كتير بحبهم، وكل ما اشوف شيء حلو بوقف. هيدا المحل لفت لي نظري هنا وبتمشى، and then يمكن لأول مرة بلاقي قياسي على القد دبل XL. لا لا فيه كتير ذكر راسه كبير، and then voila. يلا سفرة بالشابو. Thanks. See you. Bye bye. روعة. أوه جو كتير كتير حلو، الفايب حلو كتير، العالم، الأجواء، الموسيقى، الطقس. وعم سلم على الناس من هون ومن هون من هون، صور سيلفيز. حسيت حالي اتمشى بالأشرفية عن جد. واو واو واو. قلت لكم I feel blessed بهذا البلد، بحس حالي ببيتي. استقبال بياخد العقل.
I've been biking for 40 years. بحكي بالعربي أو بالإنجليزي. بعمل سويت بالبيت and بنتي she turned vegan. That's why we do vegan baklava and gluten free celiac. Yeah, we start the business. I've been biking for 40 years at home, but now with the business, we're starting business. And yeah, we expand a few markets. It's art in the Arab, Arab Sydney. Everything from plant, plant-based. يعني شيء نباتي كله and celiac. اسمي ماري حرب دعبول. أنا من شكا, متجوزة على أنفة. كلمة لبنيز هالقد, كلمة لبنيز هالقد. وأول ما حكيت أنا قلت من الشمال من الشمال من الشمال, بس فكرت صغرت أو هيك, طلعت من طلعت من أنفي ومن شكة. فيجن بقليوة, amazing crunch, super light, not sticky. Bravo madam. Wow, you're very good. Light sweetness. Yeah. من كافة. بيسكوف. عم تسمعوا؟ Very nicely done. Bravo, bravo, bravo. بدك بوسة. Enjoy. عم تشوفوا الكراميل مع بوب كورن على الوجه. هلا كل حبة نص كيلو, ها؟ هرزانة ما فيكم تطلبوا هون عندها كيلو, تطلبوا حبة. والملح من أنفي. Oh my goodness. فين أجي بوسك؟ Amazing. Thank you. هلا أويكم. Lebanese and proud. بدي اقول لك انه كتير كتير طيبين, صحتين سوبر طيبين. عملت لك طايف هلا لايف غير شكل, اخذت شقفه منهم. تستاهل, حطيت لهم قطر. عظيمين عظيمين, لك عجينتهم عظيمه وجوزاتهم روعه, سكرهم كتير خفيف. صحتين وهلا. يا هلا فيك, يا هلا نورت الدار. ما في منك. اهلا وسهلا فيك. خلصت القهوه كمان. اهلا وسهلا فيك يا حبيبي. جمعه لبنانيه اصيله. طق انتوني منعرفه من كان عمره 7 سنين, مش هيك؟ بعد ما تغيرت من أحبابنا وأحباب قلبنا ومعرفة قديمة وصداقة قديمة. الرب يحفظك ويحميك ويخليلك عائلتك يا رب, ولك طول العمر, إلك ولمرتك ولأهلك ولأولادك. خليك بصحتك ونشوفكم بخير يا رب بلبنان, لأنه مشتاقين. ورب يرافقك وين ما رحت. مرسي. وتكون بأعظم مراحل بحياتك ناجح, لأنه أنت ناجح وكمل نجاحك إن شاء الله يا رب. ونشوفك دايما بأستراليا. إذا بتعملت من هون دايما برجع برجع لعندك. إذا دايما تكرم عينك أكيد بدي أعمل. الوقت بيركض, الوقت بيركض ركض. وهلا صار وقت الغداء, وصلنا على محل أو ناطريننا برستوران تنفتش وين اسمه جوني. جوني رح ألحق ريحة الهيل باربيكيو حمص. جوني Hello Anthony, how are you? Going, I'm born in Australia. Dad comes from
Village I call Batabey, Hartford Wales. Mum is from Sarbin, near Zahli. Grown up loving my Lebanese food, Australia. So we decided from probably back from the early 80s to get in, firstly from doing shawarma and kebab shops, and I've moved my way up in the ladder in the food chain. So I've ended up running Zuni as a family group, and we serve Lebanese food with a seafood with a bit of a twist. We open from Wednesday to Sunday, lunch and dinner. Our location is located probably 100 metres from under the iconic Harbour Bridge. My menu is, we specialise mainly in Lebanese food, but we've got it with a bit of a twist, and we also concentrate on have a few seafood dishes on our menus. We didn't know you were back in Australia. My friend David from Harkola, me and my family group have been, they're our dry goods supplier back from 1979. Marhum Bayo or Baya, they've known each other from the early 70s, and we used to buy bulk tahini for our very simple kebab back then, just the lettuce, tomato, laham and tahini sauce. So we go back with the Harkola group nearly 43 years. The love of food, and if you look at what food does, it brings people together. And my mum and Marhum Baya brought us up to sit on the table and have our dinner. And my biggest memory is on a Sunday after church, the Lebanese barbecue, the kibinayi, the tabbouleh. So when I travelled for my first trip over there in 2000, I inherited the love of the food linked to the people and how they're so close. So being the villagers, so from north of Lebanon, where you say any part of any of the villages, so my wife is from Mazar Tafeh, for example, you go up there, you don't find any apples, you find snowbud, but I noticed that they eat like off from the grounds, like the lubia and the kusa grown in the ground. So that was my love. بتعرف قبل ما بلش خبركم انا وين وشو عم بعمل ومع مين وكل التفاصيل، عم بطلع كل الناس قاعده على الطاولات 90% منهم منهم لبنانيه، والحلو انه اول شيء كله جاي ياكل اكل لبناني ومبسوط قديش هالجمعه هالطاوله تبعنا بتجمع، بس الاهم كيف بياكلوا الاكل اللبناني. شيء بيضحك بالميل انه عن جد لازم نعمل نيو يوتيوب شانل educating international people to eat Lebanese food. هيدا اللي بياكل خبزه بسقطها بالحمص، بحمص بيكون عم بياكل خبز على الحل، هيدا اللي بحط الخبز بتفرط ما بقى يعرف شو بده يعمل، بيرجع بكبها، بيرجع بشوف اذا بده ياخذ المعلقه، بسكب ما بسكب، بناكل مع بعض ما بناكل مع بعض، السمبوسه كيف بياكلها، بحط لها حمص او لا، ما حدا بيعرف. الكبه ليش مقصوصه اثنين بس مرات اجمالها ما بتكون and so on and so forth. فنحن عنا اكل لقلنا شيء كتير عادي، بس تخيلوا حدا لاول مره عم ياكل لبناني وبيحب ياكل لبناني، قديش ياكل هاي وحده او مع لبنه او مع حمص او مع توم اذا بدكم، قديش بتفرق الطعمه من هون لهون. Educating your friends to eat more Lebanese or better Lebanese food. هاي شغلة مهمة. نحن وين بجونية؟ جونية كأنكم قاعدين على The Bay of Junia. زيت شي بناية من هون بناية من هون كأنكم قاعدين على جونية باي. حريصة ورانا مش عم شبه بس أنا هاربر بيتش No comparison عم بمزح. وهون مش أنا بيعيشكم الجو اللبناني مزبوط، الكب السمبوسك اللبني الحمص and everything in between. صلوا زمان 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 بالمصلحة، كتير زمان كبة لبنة عنده garlic prawns، please come try it.
and enjoying a Sunday with the family. سمبوسك مع لبنة وزيت زيتون ليكم الا لمعة. لحظات اخذت معنا عن جد لحظات minutes من وجه احمر احمر احمر. الشمس حرقتني، عملت تانينج، برونزاج غير شكل، رح فاكرون زيت على البحر، رحت الشمس. لحظات ورا البيت، مش معقول النهار كتير قصير وانا الان ما شفت شمس فوق، بس انا whatever. كفينا على حلوم مع دبس الرمان مع زيتون. افهم هم كتير very good. حلومات سميك and super juicy. ما بيزيزقوا ساعتها، احنا بنشفهم بتعرفوا كيف بمرات بلبنان. الزيتونة بتعطيها الأسيديتي اللازمة and the sweetness من الدبس الرمان. That's new advanced age Lebanese cuisine. I like it. This is our 1.5 kilo lamb shoulder, sovereign cut, oyster blade, which also is bone in, and it's got spice rub, which is a mix of blend of spices, herbs like cumin, it's got coriander, it's got sumac, and then it's slow cooked overnight. And then finished off with some nice garlic and some onion jus, but it's all cooked up well. And with roast cherry tomatoes. Thank you. بتدوب بالتمية. Thank you for having me. You're welcome, Anthony. والله يوفقكم. It was a pleasure having you here. Thank you. Thank you. تخيلوا اخترعوا شيء هون اسمه Sculpture Walk، يعني ناس تتمشى تتفرج تنبسط مناظر حلوة، مش بس هيك بتشوف sculptures all around. Vivid Festival مكفى بعد جمعتين في أضوية وين ما كان. فكرنا انه انا صورته باول فيديو انه خلص مش الحال، طلع في activations عم بتصير وين ما كان، كيف ما تبرموا بكل المدينة. عجقة الناس واليوم وبكرة وكل يوم العجقة الناس فوق بعضها. عم نحكي pieces of art sculptures، ريستورانات مفورة للساعة 11 هون، خاصة انه في سكن. الأضوية هلا عشية بتضوي من مكان. المدينة عايشة 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 مثل كأنه كوفيد وفتحته علبة السردين وطلعت هالعالم. رجعين على الكران هلت، بس اليوم VIP access. تفضل تفضل. خلينا نكون شغلة، وين حيالله زاوية فيها لبنان، حيالله عمود كهرباء مخبى وراء لبنان. نحن هلا بالأوتيل، سكيورتي لبناني بياخد السيارات لبناني، درايفر الكار لبناني. في لبناني باستراليا ورا كل زاويه. امبرسيف، عاوز فينا نقول استراليا رانز اون ليبانيز. تور اوف ذا كاسينو، كراون كاسينو، يلي ما عملني بعد ولا سفره. اليوم جايين نتعرف على بيتر لبناني اكيد وخبرنا عنه، يلي عطاني في اي بي اكسس اول اراوند. اكسايتد. Andrew from London. Yes, lovely, lovely to meet you. But I will tell you, you made my grandfather and grandmother very happy. They used to watch you all the time. Okay, so Peter Mabelo يعمل انترفيو معي، بس he's one of the big real estate guys بالمنطقة. شفته وجهه فيكم تلفنوا له تحكيوه. جينا هلا على الـ VIP section، فعم بيقولنا بدنا نفوت our guest from Lebanon. طلع في الزلمة قال I know you man, come on you don't need them، أنا بعمل لك membership. So it's starting amazing.
بعد الشباب عن جد عم بيهتموا فيه بشكل مش معقول بعد. Thank you for the gift. It just looks awesome. So stylish. Thank you. Hello. Do not gamble. Do not visit casinos. ما تروحوا. بس برمنا احنا البناية. اخذنا درينك. فتنا اكتشفنا كيف بتصير الاجواء. Do not do it. No. هلا منكفي برمتنا وصار وقت العشاء. وانا كتير جوعان. اي سنة جيت على استراليا؟ سنة 67. 67. ومن وقتها؟ من وقتها. كيف بلشت؟ كيف واحد بيوصل على أستراليا وبقلع حياته؟ أول شيء رحنا على المدرسة شي سنتين بعد منا بلشت أشتغل. بلشت أشتغل مع أختي بالكانتري بموري بعيدي من هون شي 7 ساعات وبلشت الشغل هيك. اشترينا بيت ندفع للبنك مقسم كل جمعة وهيك وهيك. انت من وين من لبنان؟ فرس غاب. فرس غاب؟ ايه. ما بقى في حدا بالضيعة كلكم هون ايه؟ ما في كتير. في 25,000 هون و700 بالضيعة. واو. انت بترجعوا إيه؟ بتلتقوا كلكم بتضبوا على بعض بتجتمعوا بتشوفوا بعض؟ كان قديما مش هلا كتير. من قديم كانت العلم ضل مع بعض وتعمل حفلات هلا اتقسموا. اكثر من 55 سنة فليت انت من لبنان؟ ايه. وبيضل لبنان بقلبك مش معقول كيف؟ بيضل بس ما رجعت بدي اجرب ارجع هذه السنة الجاية ما بدي شيء انت انا بعرف انك بتحضر كل الفيديوز تبعي فلبنان بضل يلا تعال هالصيفية تنطلع كلنا شي منقوشة غير شكا عند ام اوتل بفرس غاب وهريسي كمان 100% واحد قال لي تأرجع تنعمل هريسة ونروح على الكنيسة هيك ونعمل حفلة ونكمل الضيعة يلا انا جاهز الليل ان شاء الله مركي منروح 13 جات هريسة كيف أكلون؟ وين راحوا؟ ما كان في في أكيلي أنا بسطت عرفت عليك كتير 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 بسطت عرفت عليك Thank you Okay
Anthony, أهلا وسهلا فيك. The Meat and Wine Co. Barangaroo. راني حداد, restaurant manager. من أصل من زحلة لبنان, من أبلح, ضايعة حد زحلة. African Pride Restaurant in the middle of Barangaroo. له 6 سنين بعد اللوكيشن, around 300 seater. A steakhouse called the Meat and Wine Co. owned by Bradley Michael, a South African Lebanese. So we're very well known with our dry aging process. We dry age our meat in house, and it's what gave us fame, if I would say. هذا شهرنا, the dry aging of the meat. If you can see. So we after the dry aging, we put the meat in Wagyu fat butter and some flavor to enhance the flavor. Okay, now you're gonna taste it and you're gonna tell me how do you like it. عشان الليلة مهم كتير. نحن عشان الليلة بجروب اسمه سيغراس, كل حدا الأسترالي بيعرف فيه وسمع فيه لأنه كتير كبروا, عندهم محلات كتير مشهورين, بينتهم سيكس هاد ميد أند كو, عندهم فايف جايز, عندهم هونترز أند بارلز, عندهم كتير براندز كتير معروفين. تعرفت عليهم قبل, هيدي مش أول مرة بزورهم, حتى فتحوا بدبي وكنت من أول الأشخاص بري أوبنينج فتت وشفت شو بيعملوا. And they do it and they do it right. اليوم بتفوتوا على محل طابقين, ما بعرف كم كرسي, probably اكثر من 200, fully booked, loaded على طابقين, عجقة الناس, I think two services, ببلشوا بكير بيرجعوا بيقلبوا لبعدين. الديكور كتير حلو, الخشب, الحبال القضوية and so on. في بار هون على الطابق الفوقاني, بار على الطابق التحتاني, وقد ما بدكم من انين نبيد وانين ويسكي, you name it. الحلو انه بتفوتوا على اجواء كأنكم بمالبرو كونتري, عم تحكوا عن جلد, عن خشب, عن very nicely colored brown, بتذكركم باللحمه وبتحسوا حالكم انه عاملنا يلا all the way. The best part of يلي عم بيصير هلا انه فتت استقبلني راني, هو المانجر هون, وقال لي يا انطوني انت بتعرف انه نحن التقينا سوا من كتير زمان, من 10 سنين كنت بعدني مبلش عم بكتب ريفيو, and then I digged in the review. وكتبت راني, the head waiter approached our table at Strumpf and took all the time needed to introduce us to Strumpf's concept and menu. Oh my God, and I want to thank and congratulate Rani for his professionalism, unique approach that only few master you made our launch memorable. Oh my God, حتى لي دمع بعيني بعد ما اخوت. فإيماجين هول أشخاص, نحنا لبنانية من لبنان على أستراليا, success stories, hard working people, 10 سنين in the making, صار مدير واحد من أهم وأعظم مطاعم هون. Dinner with my friend David, رح ناكل لحمة, رح نقص بالسكين, رح نولعها, رح نشرب نبيد, رح ننقي من المنيو اللي بعقد. It's gonna be fun. A whiskey butter aged dry aged ribeye on the bone. Gesture from us, a meet and wine going right now. Oh my God! Wow, that oof! This is a good one. Nice, shiny. واسمع عليه meat and wine co. نسيت خبركم إن كان لازم زورن بلندن, يعني أوروبا. بس كمان ما ساقبت الوقت وركضنا ركض, فما كانت عم تركب وقتنا على بعضنا, فقلنا اوكي دغري, أستراليا is your land, we're gonna do it here. And I'm very blessed. حبيت الحضن, لا لا. Amazing wine, amazing, intense, full-bodied, شوية raspberry, woody, metallic, amazing wine. طالما بس كمان إيه, fresh,
red fruits, very refreshing. بلا ما يكون حد على فيفينو. In the top 20% of wines around the world, with a 4.3, حطيت له 4.5 review and well deserved. منبلش بالاكسبيرينس شوي شوي وعبال اخذ وقتي. مش بريد ساور دو طلعوا الاير بابلز اللي بقلبه ريحتها اوف كولتيفيتد بوتر بلاك سي سولت الزبده الزبده شغله وملح الزبده بتتاكل هيك غير الزبده تبع البيض بالبيت What an experience. And then borrowers. شي هيك. يعني South African مقانق أو sausages. Fatty. Meaty. Aromatic. Not spicy. ما في بهارات أبدا غير المقانق تبعنا بالمرة. And then هون pork belly fat 100% all the way fatty هاي قصة طلعوا الفات اللحم البيضة طلعوا هون تبع البورك واو the real deal أنا مقرر خفف الليلة يعني بين المقانق وبين البورك بالي وبين الزبدة فا I'm gonna keep it light وباكل بروسكيتا عند أفوكادو Even this is amazing عن جد outstanding food وانت شو اسمك؟ أنا اسمي ليا أهلا وسهلا فيكم راح تشوف لنا شغلة فأنا قلت بقطعها بهالوقت شكلها كتير حلو كتير 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 حلو لأكل جوس من جوا واو full body hard thick dry aged whiskey flavor butter flavor عم بتقص بكل ارتياح يلي بحب الفول بودي ميت مش هيدا اللي بدو مثل الزبنة مثل الواجيو لا سوبر تندر سوبر جوسي عم بتبق كل ميتها من جوا وكل الجوسز اللي بقلبها عم حس بالويسكي بالزبدة بالكل التنشيف اللي صار ورجع هلا على الجريل رجع اخذ محله اف with black salt on the side رشة صغيرة واو بوتيتو ماي فيفوريت بوتيتو بيوري ماي فيفوريت معمولة صح كيلو حليب كيلو زبدة كيلو بطاطا بيطلع لكم شيء لودد فاتي كريمي بيقولوا فنسوي فلوتي I can live on this زيت زيتون بالآخر I can live how can I live on this and then cauliflower mac and cheese اف شو شكلها upscale شو مهمة كجمعنا ماك اند تشيز مع تشيدر تشيز بتجي ملبدة على بعضها هون تحسه بقرشة كولي فلاورز المعكروني ماك مستوية مظبوط and then chips best enjoyed with mustard بتفتح المنخير memorable experience افوكادو بالتي مش بالدين مش افوكا افوكادو نيكست يلي هو ان ايطاليان كرييشن فيها بوزة على فانيل
and coffee. You can take it up a notch to the to the next level and Bailey's on top. تتخيلوا القهوة Bailey's and vanilla ice cream راح تبلش تدوب شوي شوي تعطيها السويتنس للقهوة بشكل عظيم. اوف واو نو ذاتس ا جود وان اوه ذس از ا سوبر جود وان بس 9 بالليل ضلني واقع على طرقات قلبي كل النهار كل الليل بس كمان اسبريسو مارتيني مش بس عندهم لحمة عندهم درينكس طيبين honestly يلا مقفة our grand finale a biscoff sticky diet our famous creme brulee hazelnut fondant and an apple crumble great experience ختامها مسك فعلا المطعم بالاخر هو اكل طيب يمكن بس المطعم هو اختبار هو journey هو experience هو فتحة القنينة هو نبيد هو الديكانتينج هو الويتر هو المانجر هو الاستقبال هو الكلمة الحلوة هو الموسيقى الواطية المافيا بيس ما بتفوت بالدينين هو الضوء اللي بيعطي ضوء مزبوط على اكلات تشوفه وما يكون عتمة هيدا المطعم لقى شوي من كل شيء في الديكور الحلو ما في خيالات على الطاولة ما في ديمد لايت ما في موسيقى عالية عم تصرخ وعم يصير مش عم بعرف كيف بدي احكي الاستقبال ليا بتعقد 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 مانجر روعة راني عظيم عظيم and then comes اللحمة والكل شيء كل التفاصيل بالآخر الدسير إذا عبالكم تدوقوا أكتر من شغلة وتخدوهم كلهم سوا فيكم تطلبوا the sharing platter a bunch of everything chocolate good chocolate very good chocolate creme brulee واو ابل تارت واكثر 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 amazing night ما خلصت بعد ونهار كثير طويل وبعقد vivid day night on a holiday بكره king's birthday ليلتنا هلأ بتبلش حتى لو بطاريات ثلاثة تنفضيو جينا امبارح كنا مسكرين اسمه The Spectrum اليوم في صف مينيموم 200 زلمة مينيموم وين 200 اكثر من 200 وكلهم شارين تيكتس نحن لا فينا نظبط فوتة او لا ننتقل على الله you know what that means Witness white light split into every color of the rainbow. You will then journey through themes of constriction, pressure, the unseen, reflection, unfamiliar and interaction, before ending with a spectacular revelation of color.
أول ما وصلنا بدنا ناخذ التيكت قلنا $50. واو اتس وورث مور ذان $50. عم نفكر بكل وقت نحن عم نتمشى انه هذا الزلم اللي طلع بالفكره شو كان شربان نهارتها؟ شو كان عقليته وين؟ او الناس ضحكت عليه وقالت له معقول الناس تدفع $50 تنزل تشوف قضيه؟ It is one of the most memorable shows or light shows ever, ever, ever. فيكم تتخيلون مش معقول قديش حلو. Vivid. نكفى بعد يمكن جمعتين من هون. بعتقد world premiere could be in and I'm sure they're gonna sell it all across the globe. الناس كلها رح تحضر وين ما كان. It's a 1 kilometer experience. مشي كيلومتر كامل. موسيقى بتلحقكم ميل لميل لميل. أول شغلة بتفاجئ أنه وين في tunnels هالقد بسيدني؟ وين مخبيين؟ ليش ما بيستعملون؟ شو هن هول؟ الأضوية، الليزر شو، الموسيقى، الجو، الدخنة محل ما لازم. It is one of the most memorable experiences. أخذت يمكن ربع ساعة أكثر شوية تلت ساعة for $50 Australian and it's worth every penny. Vivid هيدا بعتقد highlight of the show. حضرتوه بأول فيديو هلا highlight of the event. كل يوم عشية حسب تمشيتنا بالمدينة رح نضلنا نصور قد ما بنقدر من هون ومن هون ومن هون. هيك بيخلص نهارنا الرائع رائع. Good food, nice people, great experiences, great adventures, Sydney, وبعدنا بday 2 3 إذا من الأول بلاش تضيع هالقد